عندنا صافي. غادي نجي للقرعه وغادي نشدها وغادي نديرها هكا طريفات صغيورين بهذا الشكل هذا. وعندي هنايا الثوم، ها هي جوج فصوص غنديرهم هنايا وغندير معاهم زيت الزيتون بهذا الشكل، في الكلاض ولا في شي طاوه في الفران ولا في المقله، وبقاو تصوتيو وتديو وتجيبو، يعني تيكون الاختيار ديالكم. غنشعل الكلاض وغادي نعطيها 240 هكا، وغادي نخليهم تما يتصوطاو ليا، وانا غادي ندير هنايا القريعات بهذا الشكل هذا. شي مشكل واخا يجيو دوائر اللي كان، المهم يكونوا شغلاضين باش دغيا طيب لكم وصافي. القرعه راه طريه زوينه. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده في هذا النهار يا ربي. غنشارك معكم واحد الغديوه واعره غادي تجيبكم كاملين سهله سريعه بالقرعه. انتم كيف ما تشوفوا هنايا، هنا الثومه تتكون تشحرات ليا، شميت الريحه ديالها ها هي طلقات الريحه. وغنجيو نوضع هذه القريعه كلها من بعد ما رققتها. كثرت القرعه لان كتجي بها رائعه، غتعجبكم بزاف. غنحاول كاع نزلعها هنايا هكا، وغنجي للطوماط السوغيس حتى هي، وغادي نحاول نقسمها طريفات هكا. اللوح هادو اللي قسمت غادي ندير لهم هذا الشكل هذا، غا شويه ديال لي طوماط السوغيس ماشي بزاف غير باش تنسمها وصافي. صافي هنا درت كل شيء هو، وغادي ندير معاهم دابا واحد شويه ديال الاوريغانو ولا الزعتر، تيكون اختياري، ولكن انا كيعجبني كاع في الوصفات ديالي ولفت كنديرو كيساعدني في الهضم، ما كضرني حتى شي حاجه باذن الله. صافي، وغادي ندير معاهم واحد شويه ديال الملح وندهز شويه ديال المليحه، ونديرها حتى هي هنايا هكا شويه. صافي، وغادي نسد على كل شيء ونخليهم واحد 20 دقيقه مره مره نحركهم. هنا القريعه هانتوما شوفوا ما شاء الله تتبان ليا راه هي طابت. عندي هنا غير الكاجو هكا، هانتوما شوفوا معايا القريعه شفتوها، تدخلوا فيها هكا معلقه وتتكسر، يعني راه هي طايبه. درت هذاك شويه ديال الكاجو، وعندي هنا شويه ديال القرقع، يلا جبت لكم الكيلو هذا. وغادي نهز منه واحد شويه هكا، اللي ما عندهاش ممكن دير غير اللوز الا بغيتو. غنخليهم هنايا باش يتحمروا ليا، يتكرملوا هذا ثلاثة دقائق ولا اربعه بهذا الشكل هذا. غنسد عليهم وغندير الماء دابا يغلي. اوكي هنا هانتوما كلشي ساهله، نطفيها بعدا تكرملوا ليا دوك الكريكيات، نطفي هادي نخليها هنايا. وتنجيب سميتو الهاشره ولا تجيبوا هذاك الميني بينر، تديروا واحد الكاس تديروا فيه هاد ولا السوبيرا ولا شي حاجه، تديروا فيها هاد الخضيره وتطحنوها بداك الميني بينر اللي بغيتو نتوما. شفتوا كدايره ما شاء الله هاد الخضيره. غنهز دابا كلشي وغادي نوضعها هنايا في هذا بهذا الشكل هذا، غنحاول كلشي هادشي نهزو ونوضعه هنايا. هنا وضعت كلشي هنايا في هاد الهاشوار، غنخليهم هنايا جنب وغنرجع لهاد هاد المقله هادي ولا هاد المول هذا. وعندي هنايا الشطون ها هو ولا لنشوبه، غنشدو دابا غادي نحاول نستفهم هنايا هاد الشكل هذا. لحقاش فيها شويه ديال الزيت مية دمة، الا ما كانتش غترشوها بشويه ديال الزيت نتوما. المهم غادي نحاول كاع نستف هاد الشطون اللي عندي. هنا كملت هاد الشطون اولا لنشوبه ولا ياليشي، وغادي نرش عليهم الاوريغانو هكا هذا. كيعجبني بزاف، هما ممكن يجوني ثقالين بحال السردين، ما عرفت واش نتوما ولا غا انا. نرش عليهم واحد الخويط ديال الزيت هكا من هنا، واحد شويه كيكه ديال الملح شويه لان تيكونوا مالحين. صافي، وغادي نديرهم دابا القزبر، قزبر حبوب ها هو، قزبر حبوب كيجي معاهم زوين. ندير لهم شويه الكمون، اللي بغات الكمون ممكن ديرو، ما ديروش بجوج، انا غادي ندير غير القزبر حبوب دابا وصافي. وغادي نهز
نوضعهم هنايا. ونشعل عليهم وغادي نعطيهم درجة حرارة ماكسيموم 270 وغنشعل صافي. وغندوز دابا للطنجرة راه هي بدات كتغلي وغندير لي بات. ديروا لي بات اللي عندكم نتوما اللي بغيتو اللي كتاكلو. ها هي غادي نحيدوها ما غاديش نحتاجوها. نشوف فيها الوقت شحال تيمبو دي كوتورا كونتي نشوفها اول مره غادي نعقل عليه باش لا شاطط ليا الغريدينتي سيم ولا دي غرانو دورو. هذه ديال سميتو ديال السميده مناش مصايبه. ميديامو التيمبو دي كوتورا 9 مينوتي. ها هي 9 ديال الدقائق اللي فيها صافي. وغادي ندير دابا الماء وندير فيه الملح الملح الخشن اولا الملح الغليظه. ها هي نوضعها هنا وندير لي بات اللي ما عبرتش درت الميزان حتى غير ندير غير بيديا جوج حفنات لواحد ديال لي بات ها وحده ها جوج ها واحد وغادي ندير واحد وحده ها جوج. هنايا باش نرجعكم هذه هي الكميه ديالنا صافي. غادي نخليها تما حتى تسلق ليا نعطيها 10 دقائق انا ولا اكثر كاع ماشي غير 9 ديال الدقائق. وغادي نرجع انايا هنايا للهاشوار هذا الشيء نرجع هادو هذا هانتوما نقصت منه غير واحد شويه حيدتو التزيين ديال القريعه. وهذا الشيء اللي بقى ليا هنايا غادي نطحنو تيكون نيتفتر غادي نطحن دابا هذا الشيء هكا نعطيه واحد طحنه خفيفه. نهبط هادو اللي بقاو طالعين هما نهبط كلشي لتحت نشوفو لي بات لا باستا لا باستا. نخلي واش تفيض نحركها الشطون طاب ها هو غنتالي دي بات طابت. غندير هاد الحشو هاد الخلطه هادي غندير منها هنايا هكا نخليها شويه. هو غادي نهز دابا لي بات من هنا غادي نوضعها هنا غنهز حتى هاد الماء ديالها ديال السلق غادي نديرو هنايا هاد الشكل هذا صافي. نحرك كلشي مزيان غندير معلقه اخرى وغنحرك كلشي. برينديلا نقوريا ماتي لا فوري ميلوني يوتي اما كونكورد اروبا لي لي بات صافي وجدات. ها هي ندير لها واحد شويه ديال البوستو هنايا وندير لها هاد القريعات هكا من فوق. وهاد الطبق واجد ما تشبعوش منها هانتوما شفتو تتجي رائعه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم جربوا في الفيديو ديالكم شجعتكم القناه والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه نهاركم مبروك.